تسعد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تنفيذ إجراءات السفر بسلاسة وسهولة ويسر في حركة التنقل عبر الجسر لمواجهة زيادة حركة العبور خلال عطلة الإجازة الصيفية وعيد الأضحى المبارك. نعم، حيث تواصل كافة الجهات المسؤولة في جسر الملك فهد تقديم كافة السبل لتسهيل حركة المسافرين لضمان تجربة مميزة لهم. مع بدء موسم سفر الحجاج وموسم العطلة الصيفية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تستعد كافة الإدارات المعنية في جسر الملك فهد لاتخاذ الإجراءات التي تضمن انسيابية حركة المسافرين وتوفير جميع السبل والأنظمة الإلكترونية المستحدثة التي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان. طبعا تم من قبل مديرية شرطة جسر الملك فهد وضع الخطط الاستباقية والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالجسر سواء في الجانب السعودي أو في الجانب البحريني. وفرنا الدوريات الأمنية ووفرنا الدوريات المرورية ونسقنا مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لتوفير دوريات الأمن والسلامة، وتم توزيعها لضمان انسيابية حركة المركبات وتفادي الازدحام. هناك خطة وضعت من قبل الفريق التنسيق الأمني والخدمات بالجسر، ويشمل الفريق كافة الجهات العاملة بالجسر سواء في الجانب البحريني أو الجانب السعودي. تم توفير أجهزة متطورة لقراءة الجوازات والبطاقات لسرعة إنهاء الإجراءات ودقتها، وتم وضع خطة لمراقبة تدفق المركبات وانسيابية الحركة عن طريق الراسك في غرفة العمليات التابعة للجوازات. من جانبنا نتمنى من المسافرين التحقق والتأكد من صلاحية الجواز وثاق السفر للوصول للمنفذ لتجنب أي تعطيل قد يطرأ، ونتمنى من الجميع قضاء إجازة سعيدة. المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عملت على تشين كافة الخدمات الإلكترونية الجديدة لتسهيل عبور مستخدمي الجسر من خلال زيادة فعالية الأداء وتطوير الأنظمة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يخدم هذا المرفق الحيوي. الله يعطيكم العافية، جهود واضحة والحمد لله شيء يعني ما يوصف، يعني من أفضل منافذ والله، خدمة فوق الخيال. حتى أنا يعني التأمين أمنت عبر التطبيق، ما تعطلت بأي شيء. هذا المسافر اللي يبغى ويحرص عليه. والله شوف الحين التطور بدأ يتطور من ناحية السير على الجسر، من ناحية الجمارك والجوازات، يعني صار الوقت أسهل من قبل. نقعد حوالي بالساعة ونص، فشوف إن شاء الله تطورات أكثر وأكثر، سرعة وإنجاز. والدليل الشغل الموجود الآن على في جميع بالجانبين البحريني والسعودي من كباين ومن تسهيل ومن الأعداد الكبيرة من الموظفين وسرعة الإنجاز. حقيقة في فرق من أول وتالي. أنا عن نفسي يمكن اختلف عن الناس رايحة كذا وانا ارجع كذا، يعني معيار قبل. الان لا ممكن اجي اي وقت لان صارت العملية سريعة ومنجزة. شهدت مسيرة جسر الملك فهد منذ افتتاحه سلسلة من التطورات والنقلات النوعية التي واكبت المتطلبات المستجدة خلال سنوات التشغيل الماضية، ويعتبر الاقبال المتزايد على الجسر ما هو إلا دليل على أهميته كمنفذ حيوي على الأصعدة كافة. امتدادا للجهود المبذولة في جسر الملك فهد، تسعى المؤسسة العامة للجسر إلى توفير تجربة فريدة للمسافرين من خلال تقديم أفضل الخدمات النوعية وتسهيل عبور المسافرين بأسرع وقت ممكن، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز السياحة بين المملكتين. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.